التمايز والتباين واضحا في الازياء بين منطقه واخرى، وان كان ذلك يظهر جليا في زيين رئيسيين وهما زي ابرام وهو عباره عن الدشاشه والسروال الخياطه والليث العود اي الكبير، حيث تتلك الابويه ملابسها بنفسها يدويا، وهو زي عملي المراه هناك لكونها تعمل في الحقل والبيت، يمتاز بالسهوله والمرونه، مطرز بخيوط الفضه ويستخدم قماش الحرير في صنعه، يكتمل باكسسوارات فضيه وهي زينه تشتهر بها هذه الولايه.